بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. معكم أحبابي في الله جد أبو آسر في معرض كوتي للزهور ونباتات الزينة الخارجية والداخلية. النهاردة هنتكلم على فائدة نبات الجارونيا اللي يشتريها او يقتنيها او يحتفظ بها في بيته. لازم اعرف ان هو مش نبات بس ذو منظر جميل وخلاص، لا لا، ده له فوائد. اقسم بالله لو تعرفوها يا جماعة لتقتنوا هذه الزهرة في بيتكم دائما. تعالوا نعرف اهم فوائد نبات الجارونيا يا جماعة. نبات الجارونيا ده بتنتج مركب كيميائي اسمه فيتون كيدز، بتطلقه نبتة الجارونيا في الجو. طيب لما بتطلق هذا المركب الكيميائي فايدته ايه؟ ده بيقضي على الجراثيم الموجودة في الهواء وفي داخل الشقة. طب وايه كمان؟ يمكن وضع اوراق الجارونيا دي على سطح المربى المصنوعة في المنزل، يعني بعد ما تعملي المربى في المنزل بتقطفي ورقة الجارونيا ده اهي، ورقة الجارونيا ده اهي، بتقطفيها وتحطيها على سطح الايه؟ على سطح الايه؟ المربى. ليه بقى؟ لأن بتحفظ المربى من البكتيريا، والله وتكسب المربى طعم ورائحة مميزة جدا 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 وعن تجربة. طيب ايه كمان؟ أوراق الجارونيا دي يا جماعة، أوراق الجارونيا أو الخبيثة الأفرنجي زي ما بيقولوا عليها، أو الشكرية أو العطرية أو الجرونيوم، لها فايدة كبيرة جدا في إيه؟ بتعالج العديد من أمراض الجهاز الهضمي. بتعالج العديد من الجهاز من أمراض الجهاز الهضمي. طيب لما بنغلي أوراق الجارونيا دي، لما بنغليها إيه اللي بيحصل؟ لما بنغليها بتقوي المناعة، بتقوي مناعة الجسم. واحنا طبعا في وقت ربنا يعافينا ويعافيكم من طبعا من مرض الكورونا، اسال الله ان يعافي امه محمد يا رب كلنا ويعافينا كلنا ويبعد هذا المرض عنا يا رب. ديت لما بنغلي الورقه دهيت ونشربها بتقوي جهاز المناعه بتاعنا. وايه كمان بقى؟ اوراق الجارونيا دهي بيستخدموها كدواء قابض لوقف نزيف الدم. لو اي حد لا قدر الله اتعور او اصيب مثلا ونزف دم، اقطع ورق الجارونيا بسرعه وحطها بس عليه. لا تقول لي بقى تراب ولا بن ولا اي حاجه، لا، اقطفي ورقه وحطيها على الجرح او حطها على الجرح، ان شاء الله باذن الله هتوقف نزيف الدم. طيب لها فوائد كمان؟ ده لها تاثير قابض على الانسجه. لها تأثير قابض على الايه؟ على الأنسجة. وأحلى حاجة فيها بقى إن لما بتغلي الورقة بتاعتها وتشربها بتستخدم كغرغرة عند التهاب الفم والحلق والأسنان. التهاب الفم. والله لو كلنا نعرف فوائد الجارونيا دهيت لما في حد منا خالص لازم يقتنيها في بيته ويحطيها كده في الايه؟ في البلكونه، او يحطها في جنب شباك او على باب شقه او بره البيت او فوق السطح. دايما تقتنيها عندك عشان فوائدها الكبيره ديت، وكمان منظرها وريحتها واشكال ورودها البصلي والاحمر والبنبي والموف، وسبحان الله، ودم الغزال والبصل الفاتح والبصل الغامق والاحمر والبنبي والابيض، كل دي الوانها جميله جدا ونبته جميله جدا. وانا قلت لكم فوائدها، يا رب يعجبكم هذا الفيديو، واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يحفظنا واياكم من الامراض ومن كل شيء، وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.